مساءكم. في هذه الحلقة سنتناول موضوع أساسي يتعلق بالجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، يتعلق بمعيشتها، يتعلق بسبل وأفاق التطور المستقبلي، وهي موضوع السلطات المحلية العربية، موضوع التمييز اللاحق في هذه السلطات المحلية. وواضح أن السلطات المحلية العربية لها علاقة مباشرة بالجمهور العربي، بمصالح الجمهور العربي. سنتحدث عن المسطحات، سنتحدث عن الخرائط الهيكلية، سنتحدث عن مصادرة الأراضي، سنتحدث عن التضييق، الحصار، التمييز. ضيفنا الرئيسي في هذه الحلقة، الضيف الأساسي في هذه الحلقة، رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، المهندس رامز جرايسي. وإلى جانبي السيد سعيد معدي، مستشار وزير الداخلية الإسرائيلي. أولا نشاهد التقرير ثم نبدأ الحوار. إن كان فلسطينيو الداخل لا يملكون كرسيا وراء مقود الحكم في هذه الدولة، وتتبقى لهم بلدياتهم ومجالسهم المحلية لتكون مرآة حقيقية تعكس احتياجات ومطالب الشارع العربي وتسعى إلى تلبيتها، تنتشر الآن ظاهرة حل هذه الأجسام من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية وتعيين لجان جديدة غير منتخبة من قبل الجمهور العربي. مجلس كفر كنا المحلي هو نموذج من بين عدد كبير من هذه المجالس والبلديات التي تحل بعد إصابتها بعجز ترى فيه وزارة الداخلية عجزا مستديما، وتعين لجانها الإسرائيلية على اعتبارها المنقذ المنتظر. مجلس المحلي في كفر كنا مر في أزمة مالية، والأزمة المالية كانت طبعا بسبب عدم وجود الميزانيات من قبل وزارة الداخلية ومن قبل الحكومة، مما أدى إلى وضع مالي صعب. وكانت طبعا انتخابات للسلطات المحلية اللي اضطر المجلس المحلي يضع كميات من الأموال أو المشاريع اللي ما قدرش يسددها، وبناء عليه تعينت لجنة تحقيق حول العجز المالي في كفر كنا، ومما أدى إلى وجود لجنة معينة اللي هي عينتها وزارة الداخلية على اعتبار أنها تقوم في مهام رئيس وأعضاء مجلس محلي كفر كنا. تتضارب الآراء حول الجدوى المرجوة من تعيين هذه اللجان، فمنهم من يرى فيها حلاً عملياً للأزمات المختلفة التي راكمتها المجالس والبلديات العربية، ومنهم من يعتبرها يداً عنصرية تمتد إلى قلب المدن والقرى العربية في الداخل. وعليه تأسست في الكثير من هذه البلدات لجان شعبية لمناهضة سياسات اللجان المعينة والنضال من أجل مصلحة الأهالي. ومنذ تعيين اللجنة المعينة حتى الآن لم يقوم أي مشروع جديد، وها مما أدى إلى وجود لجنة شعبية اللي هي بتكاتف من جميع الأحزاب السياسية في كفر كنا، شافت أنه في مناسب لوجود عنوان يختلف عن عنوان المجلس المحلي بعد تعيين اللجنة المعينة اللي هي تابعة لوزارة الداخلية ورئيسها وأعضائها من اليهود ومن خريجين الشباك والمؤسسة الحاكمة. ولو أن أهالي كفر كنا وغيرها من القرى والمدن العربية لا حيلة كافية لديهم لإرجاع المقود بيد قياديين عرب، إلا أنهم يعبرون عن امتعاضهم من وجود اللجان المعينة ويعتبرونها جسما دخيلا لا يتماشى مع مطالبهم وحياتهم اليومية. مع إعلان رئيس اللجنة المعينة أنه هو المسيح المنتظر الذي أرسل من وزارة الداخلية لإنقاذ البلد من الفساد الإداري الذي كان بالفترة السابقة، الأهالي بنوا الأمال من جديد، لكن مع مرور السنوات تبين أنه هناك الوضع لم يتغير بالشكل المطلوب. مفضل أنه يكون عربي، يعني يوم كان رؤساء العرب من قبله كانوا يعمل بالبلد أشياء أكثر، أما هو حاليا ما بيعمل كيف لازم. صحيح أنه أنا مش مع هاي اللجنة المعينة، خصوصا أنه إحنا في عنا جمهور واسع جدا من الناس المتعلمين في كفر كنا والمثقفين في كفر كنا، اللي هن صحيح أولى في قيادة بلدنا من هاي اللجنة المعينة اللي عينتها طبعا وزارة الداخلية. رامز جرايسي، يعني شاهدنا تقرير أسماء عزايزي، دعني أقول أولا يعني هناك محاولة من المؤسسة الإسرائيلية من خلال حل هذه المجالس المحلية العربية لاختراق سياسي داخل مجتمعنا العربي. يعني كيف ترى الصورة؟ هناك من يقول أن هناك لا، يعني هناك فشل إداري ومشان هيك أجت الحل، ولكن في نهاية الأمر هذا اختراق سياسي. دعني أولا أوضح الصورة، لأن هذه هي النتيجة
وليست المسببات. حتى أعطي صورة فعلا يمكن أن تدفع نحو الاستنتاج الصحيح، حتى الدورة ما قبل الحالية لإدارات السلطات المحلية، وتجري الانتخابات طبعا كل 5 سنوات، ومنذ سنة 48 لحد الدورة الماضية لم يتم حل سلطات محلية عربية أو حتى يهودية بالعدد اللي تم حله كسلطات محلية خلال الدورة الماضية فقط. وهذا أعتقد أنه يقول كل شيء، ويقول أن هذا التوجه الذي أوصل إلى هذه الحالة وبالتالي إلى الحل بالجملة، واليوم ربع السلطات المحلية العربية تدار من قبل لجان معينة، يأتي ضمن سياسي في اعتقادي أنها تهدف إلى أكثر من نتيجة. الهدف الأساس هو إبقاء السلطات المحلية تلك التي لم تحل في حالة مأزومة، يصبح جل اهتمامها توفير المصادر، مصادر الحد الأدنى من التمويل لضمان استمرارية عملها ودفع رواتب مستخدميها، وبالتالي يحد من إمكانات رئيس السلطة المحلية المجلس البلدي من التعامل ومعالجة القضايا الكبيرة التي تواجه هذه السلطات المحلية. وأنا أعتقد أن هذه النتيجة هي انعكاس لسياسة. الأمر الثاني أن الرؤساء السلطات المحلية المعينين همهم الأول هو جباية نسبة أعلى من الضرائب، هو الوصول وتأمين موازنة مالية، بيحصلوا على هبات بما لا يقاس أكبر من الهبات التي كانت تمنح لنفس المجالس قبل أن تحل هذه المجالس، والتي لو منحت في حينه لما وصلت هذه المجالس في رأيي إلى حالة الأزمة. وبالتالي هم الرئيس المعين وما عدا واحد كلهن رؤساء يهود، هم الأساسي هو تطبيق سياسات المؤسسة، وليس أن قلبه مش على البلد، قلبه على المؤسسة وأن يطبق سياسات المؤسسة. وبالتالي قضايا توسيع مسطحات البلدات العربية للإجابة على الاحتياجات الأرض، الاحتياطي من الأرض للتطور المستقبلي، هذا مش همه. قضية مستوى التربية والتعليم، وهذا ليس هم أساس. الهم الأساس زي ما قلت هو جباية أكثر، ولذلك نحن وقفنا منذ البداية ضد قضية حل السلطات المحلية، وإنما تأمين وتوفير ما يجب أن تحصل عليه السلطات المحلية لأن تعمل ضمن استقرار مالي، وبالتالي تتفرغ للاهتمام بالقضايا الكبيرة. بالفعل يعني رامز، سعود معك لاحقا بالتفصيل على كل وضعية السلطات المحلية ووضعية التمييز ووضعية التعامل المؤسسات الحكومي مع السلطات المحلية العربية، ولكن سعيد معدي كمان يعني شاهدت معنا التقرير، الناس نفسهم يقولوا ما صارش أي تغيير، فإيش التغيير هذا يعني؟ أولا سياسة الوزير إلي شاي هي عدم حل السلطات المحلية في البلاد، ورأينا منذ دخوله إلى وزارة الداخلية لم يقم الوزير إلي شاي بحل أي سلطة محلية وخاصة عربية، ولكن للأسف الشديد هناك 4 سلطات محلية تم حل بعض عربية، تم بعض حل بعض السلطات ولكن إبقاء على الرئيس. أستاذ رامز، الوزير إلي شاي لم يحل أي سلطة محلية جرى الأمر عربية. سعيد، جرى الأمر قبل 5 أشهر على ما أذكر في طمرة. طمأها لو سمحت لي. مش راح أدخل بالتفاصيل. لا مش راح أدخل بالتفاصيل. لو سمحت. يجب أنا أتحدث عن سياسة حكومية وضع عمومية. يجب وضع بالتفاصيل. ناحية معطيات اللي عم. لو سمحت. سعيد صحيح. ناحية معطيات صحيح. ما عدا شيء واحد إنه تم حل مع الإبقاء على الرؤساء. أربع سلطات محلية عربية حلت نفسها بنفسها بعدم المصادقة على ميزانية هذه السلطات، ولا يعقل لسلطة محلية أن تدير نفسها بدون ميزانية، وحتى القانون يجبر الوزير إلي شاي لحل هذه السلطات. هذا ما جرى خلال 1 وشهرين منذ دخول الوزير إلي شاي إلى وزارة الداخلية، ولكن للأسف الشديد أين قادة الوسط العربي عندما كان هناك خلاف في بلدية طمرة أو في عرعرة أو في ينوح جث أو في بيت زرزير؟
لماذا لم يصلح ذات البين بين الأعضاء وإبقاء هذه السلطات كما هي عليها واحترام قرار الناخب؟ فالناخب العربي له الحق أن يقرر من هو مدير لهذه السلطة، أولى بكثير من إيجاد أي لجنة معينة في قرية عربية. ولكن سعيد لا، خلينا نفهم مع بعض. السبب وراء الإقالات أو وراء إقامة لجان معينة هو السبب الرئيسي هو الحكومة. تعطيش ميزانيات لهذه السلطات، تقدرش تتصرف هذه السلطات، فبالآخر يعني هو المسبب وهو الذي يقرر حل هذه المجال. عزيز أنا أتكلم عن سياسة الوزير إلي شان، أنا لا سياسة وزارة الداخلية الآن، أنا أتحدث عن سياسة حكومية عامة، فأرجو الإبقاء حول هذا الأمر مش على أشخاص. طبعا نحن نعلم والأستاذ رامز يعلم جيدا بأن هناك ارتفاع في نسبة ميزانية وزارة الداخلية في نسبة الموازنة بأكثر من 800 مليون شيكل خلال عام واحد، وتخصيص مبلغ 680 مليون شيكل على حساب خطط الإشفاء وخاصة للوسط العربي، وهناك كذلك زيادة في ميزانية التطوير مع العلم بأنها قليلة جدا، ولكن هناك زيادة، فنرى انفراج رامز رئيس هو يقول هناك زيادة بالميزانيات، إذن الوضع كل يوم ممتاز في السلطات المحلية. يعني في قصة من التراث العبري مطابقة للوضع القائم، وهو أن شخص ذهب إلى الرابي وقال له أن البيت يضيق في العائلة ولا يتسع ومش قادر يعيش، شو يعمل؟ فقال له الرابي دخل العنزي. دخل العنزي للبيت، رجع لعند الرابي نفس الوضع، ضائقة ومش عارف ايش، قال له دخل البقرة. دخل البقرة، رجع له نفس الوضع، دخل الى اخره، بالاخر قال له بتعرف طلعهن كلهن. رجع لعند الرابي قال له كيف الوضع؟ قال له ممتاز. وهذا قضية 800 مليون. في السنة الماضية تم تقليص الميزانيات إلى ما مجمل في بنود الهبات 1.6 مليار شيكل، ولكن ما خصص فعليا بإضافات لم تكن لقاعدة الميزانية كان 2.4 مليار ما وزع في السنة الماضية. الفرق هو أن هذه السنة 2 مليار حتى الآن 2.4 مليار هن ضمن قاعدة الميزانيات، يعني لم يكن هناك زيادة فعلية، كان هناك تغيير في الوضعية القانونية للبند هذا. هناك 200 مليون إضافي كان التزام من وزارة المالية بأن تقدم كإضافي هذا العام، وحتى الآن 200 مليون هذولا لم يقدم. ولكن نحن ندخل إلى تفاصيل كبيرة برؤية كبيرة ونبتعد عن القضايا المباشرة التي تعاني منها السلطات المحلية العربية بشكل عام، والنتائج هذه المعاناة التي تنعكس على الخدمات التي تقدم للمواطن، على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للتطور، على الاحتياطي في الموارد المختلفة لضمان استمرارية تقديم الخدمات. هذه الأمور المركزية وهي الأهم. وهنا أيضا أستطيع أن أقول إذا تناولت هذه القضايا واحدا فواحدة، في كل واحد من هذه القضايا هناك إشكالات كبيرة. مثلا قضية الأرض، مسطحات البلدات العربية، الآن يجري إعداد مخططات هيكلية لكافة البلدات العربية، ولكن التوجيهات والتعليمات من وزارة الداخلية والتي هي ضمن سياسة حكومية أن يتم إعداد المخططات الهيكلية ضمن ما يسمى بالخط الأزرق، يعني حدود كل بلدة القائمة وزيادة الكثافة السكانية ضمن الحدود القائمة، وليس الفحص الموضوعي إن كانت هناك حاجة لتوسيع هذه الحدود. وأي خارطة هيكلية يتم ضمن تقديمها اقتراح توسيع للمسطحات لا تصدق، لا يمكن أن تمر، لأن هناك توجيهات تعليمات سياسية واضحة، وهذا ما قاله مدير مديريات التخطيط في وزارة الداخلية الذي التقينا معه قبل حوالي أسبوع كان لنا لقاء معه، وقال ذلك بوضوح. في الوسط اليهودي نجد أن كل الإمكانيات قائمة،
في بعض الأماكن يجري فعلا زيادة كثافة سكانية خصوصا في المدن والمدن الكبيرة ضمن توجه عام، ولكن هناك أنماط أخرى، هناك أنماط للبناء القروي، والتوجه هذا يحول كل قرانا عمليا إلى مدن مسخ، إلى مدن صغيرة لا توفر ما توفره المدينة ولا تبقي عما يجب أن يكون في ضمن الأجواء القروية. قضية الأرض هي قضية مركزية. رامز راسي سأعود معك على قضية الأرض، ولكن نتوقف أعزائي المشاهدين مع فاصل صغير، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا معنا في هذه الحلقة، الضيف الرئيسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية رامز جرايسي، الذي له باع طويل في كل عملية السلطات المحلية، في كل قضايا التخطيط وقضايا إعطاء أفاق التطور، وإلى جانب يجلس السيد سعيد معدي مستشار وزير الداخلية الإسرائيلي. يعني قبل شوي سعيد، كان قبل الفاصل، كان السيد رامز جرايسي يتحدث عن عدة نواقص منها قضايا الأرض، يعني بدون أرض لا يمكن أن يكون تطوير. شو بتقول الوزارة بهذا الشأن على الأقل؟ يعني إذا بدك بعطيك أنا مثال، مسطح مدينة الناصرة هو 16-17 ألف، 14,300 دونم، 14 على 16، عدد سكان الناصرة 78 ألف، بينما نصيرة عليل مدينة جديدة، مستوطنة جديدة قبل 25-30-40 سنة قامت، مسطحها بحدود 45 ألف دونم. عدد سكان يركا 14,000، فلتني من يركا. لا لا لا، أعطي الناصري، أعطي الناصري كمان 20,000 دونهم وشوف التطوير شو بيصير فيها مثلا. يعني هي مشكلة الوسط العربي في البلاد الناصرة فقط؟ لا بشكل عام. أم جئنا لنتحدث موجود عن جميع مشاكل الوسط العربي في البلاد؟ إذا كان الحديث عن الناصرة فأنا سأجري بحث عن الناصرة، و ويشرفني أن أجلس أمامك أستاذ رامز الذي لك الباع الطويل في إدارة بلدية الناصرة، والجميع يعلم هذا. مجرد مثال، ولكن إذا جئنا نتحدث عن الوسط العربي وعن مشاكل الوسط العربي، فالخرائط الهيكلية في الوسط العربي الآن هي جل اهتمام وزير الداخلية إلي شاي، وهذا ما قاله كذلك الأستاذ رامز في بداية حديثه. فهناك أكثر من 120 خارطة هيكلية الآن تعالج للوسط العربي من مجموع 128 مجمع سكاني للوسط العربي، فما نقوم به وأمل بأن يصادق على أكثر من 90 خارطة هيكلية من خلال عام 2010. وأنا أمل أن لا يتم ذلك. أنا سأوضح لماذا، لأنه أولا هناك التوجيه التعميمي بأن يتم إعداد الخرائط الهيكلية ضمن مناطق النفوذ الحالية، وفي ديش أعمم كمان في قسم كبير من البلدات العربية ضمن مناطق النفوذ الحالية لا يمكن أن يتم تخطيط خارطة هيكلية تفي بالاحتياجات الحالية والاحتياطي المستقبلي للاحتياجات المستقبلية. رمز عندما يكون ولذلك توجيه من هذا النوع في رأيي وتوجيه خاطئ، ولذلك في ضمن ما يسمى بلجان التوجيه لهذه الخرائط الهيكلية هناك في كثير من الحالات تناقض كبير ما بين موقف رئيس السلطة المحلية والسلطة المحلية وما بين الممثلين من قبل الوزارات الحكومية المختلفة، ولذلك مهم إعداد خرائط هيكلية، ولكن مهم أن يتم ذلك بالتفاهم مع رؤساء السلطات المحلية وليس من خلال الفرد. لا يتم المصادقة على أي خارطة هيكلية في البلاد دون وجود رئيس السلطة المحلية في ضمن هذه الخارطة. لا تم ذلك، أنا بقول لك أنه تم ذلك. هذا الضعف في رئيس السلطة المحلية الذي يسمح بأن يصادق على خارطة هيكلية لقريته دون موافقته، لأن الأمر ليس بيده، وإنما بيد لجان التنظيم التي هي تابع على وزارة الداخلية. سياسة وزير الداخلية الحالي، والجميع يعلم
بأن للوزير إلي شاي الباع الطويل في إدارة وزارة الداخلية، وقد عاهدناه في سنوات سابقة بأن كان هناك انفراج في الوسط العربي عندما دخل الوزير إلي شاي أو ما سبقه من هذا الحزب إلى وزارة الداخلية. فهو أنت تعلم جيدا أستاذ رامز، كمان مرة سؤال بسيط، هل يمكن أن تصدر من وزير الداخلية تعليمات لمديرية التخطيط في وزارة الداخلية بأن يتم تخطيط الخرائط الهيكلية مع الأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة اقتراح توسيع تلك المسطحات؟ بالأمس كان هناك بحث عن ما يسمى الخارطة الهيكلية القطرية تم 35 فقط بالأمس في القدس في بيت فاجان، كان هناك بحث لهذا المشروع، والوزير إلي شاي يعرف جيدا ما هي متطلبات الوسط العربي وهو حساس جدا للمشاكل التي تعاني منها. أنا سألت سؤال محدود بالضبط، يعني أنا سألت سؤال محدود، أنا ما أنه ما هل يمكن أن يعطي لمؤسسات التخطيط حرية التخطيط بموجب قواعد علمية وبحيث يتم اقتراح والمصادقة على توسيع مسطحات البلدات العربية حين يتم إبراز الضرورة من خلال الطواقم المهنية؟ بدون شك، وأعطيك مثال على ذلك، في عيلمون فقط بالأمس القريب هناك مخطط لتوسيع أكثر من 104 دولومات فقط للمنطقة الصناعية في عيلمون، والوزير الآن سيقوم بالتوقيع على هذا التوسيع. الوزير كما قلت وكما ذكرت، أنا أتحدث عن أمر قال مديرية التخطيط قبل أسبوع لنا كلجنة قطرية في اجتماع معه، وإذا كان ما قاله غير صحيح أمل أن تصدر تعليمات كذلك. يجب أن يكون هناك تخطيط جذري لجميع قرى ومدن الوسط العربي. هو في فرق بين يجب وبين شو بده يكون أخي العزيز، يجب اتباع البناء إلى أعلى وعدم ليه؟ لا بكاش توسع في القرى، لأنه القرى الزراعية من مثلا الممكن في البلدات الزراعية ليش لازم يكون بناء لأعلى؟ لازم يكون رؤية بعيدة. ليه لازم مؤسسة إزورية أو المجلس الإقليمي اليوم؟ ليش لازم يكون المجلس الإقليمي اللي ما يسمى بمجلس إقليمي عمك إسرائيل عنده 600 ألف دونم واللي يحاذي الناصري، وإحنا منعاني من احتياجات مستقبلية للأرض؟ أنا أتكلم عن الخرائط الهيكلية وليس عن مناطق نفوذ. ليش لازم ما هو الخرائط الهيكلية تخطط ضمن مناطق نفوذ. أنا اللي بدي إياه إنه تيجي وزارة الداخلية كسياسي وتقول إنه إذا تم من خلال الطواقم المهنية المخططة إبراز الحاجة إلى توسيع المسطح كحاجة حالية أو كاحتياطي مستقبلي أن يتم ذلك. لا يمكن لسياسة الوزارة، وزارة الداخلية الآن، أن تضرب هذا عرض الحائط، بل وإنما تحافظ على وجود أماكن وقسائم للبناء للوسط العربي كما هو في الوسط اليهودي. فرأينا في يركا وفي جميع القرى والمدن العربية في أرقام تحكي عن حالة، في أرقام تميز ما بين العربي وبين عشان هيك في عشرات آلاف البيوت اللي مبنية بدون ترخيص. ما نتكلمه الآن هو مجرد حديث. هل رأيت بمواطن عربي ليس له بيت؟ بل وإنما بيت خاص وليس بناء إلى أعلى. فالوزير سياسة الوزير إلي شاي اليوم هي البدء في البناء إلى أعلى. لا يمكن بأن تستمر القرية العربية بالتوسيع وماذا هي مخنوقة وماذا في النهاية حتى إلى أعلى هي مخنوقة. لماذا هي مخنوقة؟ لماذا هي لأن فيش عندها مسطحات أراضي تتوسع أصلا ضمن احتياجاتها الطبيعية. هل من الصعب للولد أن يسكن فوق أهله أخ سعيد. أو بناء طابق ثاني؟ ما المشكلة؟ لماذا نرى في الوسط اليهودي بأن هناك 14 و15 طابق؟ سؤال في الوسط العربي لا يوجد. سؤال بسيط تفضل. كم بلدة جديدة أو منطرة اللي كل واحد فيها 20-30 بيت بوساع وفي أفضل المواقع في منطقة الجليل على سبيل المثال، يهودية أقيمت؟ يوجد كثير. يوجد نعم. هل توجد بلدة عربية واحدة لتعطيني إمكانية أنا اللي أريد أن أختار نمط حياة مش في عمارة من 10 طوابق
وإنما بدي أختار نمط حياة آخر اللي موجود وبكثرة وبدللوا عليه وبدعوا الناس يجوا بس يأخذوا الأرض ويبنوا اللي بسموها مناطر أو بسموها ليه إشي من هذا النوع؟ لا تعطى فرصة من هذا النوع للعرب. كم ضاحية جديدة خططت وبنيت؟ طب جاوبني على سؤالي بالأول بعدين اسألني سؤال ما جاوبك عليه. برضو جاوبني على سؤالي، هل في بلدة عربية واحدة من هذا النوع الناصرة في الجليل أقيمت الناصرة كما أقيمت عشرات البلدات اليهودية؟ جاوبني بس، هل واحدة في؟ ما أنا بلدة واحدة الناصرة. واحدة في واحدة؟ فيش. أنا بجاوب عنك. لا 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 حاجة في؟ لا. طب ليه؟ أنا موافق إنه أنا موافق وأنا ببني في الناصرة اليوم مخططات لبناء مرتفع. مظبوط، ناصري مديني فقط. أولاً ناصري مديني، ناصري مش قرية زراعية، ناصري جديدة. مديني 100% وأنا ببني وأنا من أجل وفي هناك نظريات علمية حول هناك نظريات علمية حول تكثيف البناء داخل المدن وفي مراكز المدن والآخري، ونحن نتعامل مع متطلبات العصر ومتغيرات العصر. ولكن سؤالي إنه الناس أنماط السكن هي أنماط مختلفة، النمط المديني هو أحد الأنماط، ولكن هناك أنماط مختلفة لا تتوفر في الوسط العربي، بالعكس يتم تحويل كل القرى العربية إلى ما أنا أسميه مدن مسخ. هل كانت مشكلة الوسط العربي في التخطيط والبناء إقامة عدة مراكز سكنية هنا وهناك مع 20 أو 30 عائلة؟ هل هذه المشكلة؟ هذه ليست المشكلة، المشكلة هي الخرائط الهيكلية وما نراه الآن في سياسة وزارة الداخلية هي توسيع مسطحات القرى وإيجاد القصائم. وين توسيع؟ فيش توسيع. أنا أنت إيش لا تعطي أنت لا تعطي جواب على سؤال أنا مشروع أنا أسأله وطبعا أنا أعرف الإجابة عليه. ما هي الإجابة يا رامز راس؟ إجابة واضحة إنه الهدف هو من هذا الاستيطان. ما أنت مش عم بجاوب. الهدف من هذا الواضح. ولكن إجابتي مش حلوة. الهدف من هذا الاستيطان هو السيطرة القصوى، ليس فقط ضمن الوثائق وإنما كأمر واقع على الأرض. يعني أنا بعطيك مثال تاني. بالضبط بعطيك مثال تاني. في مستوطنة جديدة يخطط لها الآن إلى جانب الناصري على أراضي عين مهل وما إلى ذلك بجنب سيرة عليه، بدنا نجيبوا عليها 6000 وحدة سكنية استيطانية. طب هاي الأراضي مش أفضل اللي بحاجة إلها مثلا الناصري ولا عين مهل ولا الريني ولا المشهد؟ كم هاي مدن كم رياضي حتى رئيس بلدية نتسارة عليت ليخطط لهذا الأمر لا يخفي حقيقة الهدف من وراء ذلك وهو التغيير الديموغرافي ولا يخفي. اليوم اقرأ تصريحات له في وسائل الإعلام ولا يخفي ذلك على الإطلاق. تصريحات سياسية أنا لا أريد أن أعلق عليها، ولكن أنا سياسة حكومية. كم مواطن نصراوي عربي يسكن في الناصر العليا؟ لأنه فيش له إمكانية يسكتون. بسألك سؤال، ما هو الدافع والسبب الأساس لهذه الظاهرة؟ الحل موجود. فيش احتياط أراضي. أنا أجاوب على السؤال اللي سألته. فيش احتياط أراضي. أعطي الناصري كوزارة الداخلية احتياط الأراضي المطلوب. ويمكن ما يطلعش كمان مره الناصري مش الناصري او الطيبي او ام الفتح. الوضع في بشكل عام في جميع خرائط الهيكليه المقدمه من قبل السلطات المحليه العربيه التي تكررها. ولكن كذلك هناك تقصير من اداره السلطات المحليه العربيه في هذا المجال، وليس لهم ادراك ما هو النظرة المستقبلية لعشر أو عشرين سنة مستقبلية. للأسف الشديد ونرى بأن المشكلة عندما توجد يبدأون بالبحث عن الحل وليس حل المشكلة قبل أن تبدأ. على العكس هناك تخطيطات أصلا اللجنة القطرية اليوم للسلطات لرؤساء السلطات المحلية العربية لديها أصلا دراسة بحثية ميدانية لاحتياجات الوسط العربي من خلال مسطحات وما إلى ذلك. بالعكس هناك قضايا علمية اليوم يجري الحديث عنها، ولكن الوزارة لا تتعاون بهذا الشأن. سياسة الوزارة الحالية تختلف عن باقي سياسات الوزارات السابقة. نتكلم الآن عن ما هو موجود في وزارة الداخلية. ليش تختلف؟ هناك هدم بيوت أخي العزيز. إذا هدم بيوت بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة فقط في المدن الكبرى. تم نقل موضوع هدم البيوت من وزارة الداخلية إلى وزارة القضاء. أولا من يحكم هي وزارة القضاء. وزارة الداخلية هي تقدم المخالفة
ولكن ما كانش بالماضي، هذا جديد، هذا في السنة سنة ونص الأخيرة. هذا قضية حل، هذا قضية قرار حكومي. سعيد قضية حل، صح، قرار حكومي، قضية حل سلطات محلية، هذا قرار حكومي، قضية حل سلطات محلية عربية. يعني أنا بدي أعطيك مثال، باكا غربية، جت، كفر كنا، كفر مندا، طرعان، عرارة في النقب، الطيبي، دبوري، نحف، زمر، طوبة الزنقرية، بستان المرج، وعبلين. أنا مع النقد الذاتي، هناك نواقص، هناك أخطاء معينة، ولكن هل الحل يعني حل هذه المجالس والإتيان بناس ومعروف، خلينا نقول الأغلب كمان لهم علاقة بالشباك، لهم علاقة بمخططات المؤسسي لقدام، ممكن مخططات مصادرة أراضي، ممكن مخططات خنق هاي المدن، هذا كله سياسي رسمي حكومي. أولا اللجان المعينة في هذه القرى هي محصلة إدارة غير سليمة لهذه القرى. عندما يعجز أو تعجز السلطة المحلية عن تقديم الخدمات، شباك. لا لا لو سمحت، أنت جايب لي شباك بحجة إنه إدارة غير سليمة، أعطيني ميزانيات بس عندي إدارة سليمة. يا أخي أعطيني ميزانيات، أعطيني ميزانيات، شغل عدد عمال الذي يصادق عليه في ميزانية. يعني أقول لك سعيد، وليست شغل، أقول لك شغل سعيد، مجد الكروم، أضعاف مجد ما يصادق عليه. سعيد مجد الكروم اليوم هذا الشهر السابع، مجلس مجد الكروم هذا الشهر السابع معوش يدفع، معوش يدفع رواتب موظفينه. لماذا؟ ايش بدك من رئيس المجلس؟ اسمح لي خليني اكمل. انا ايش لماذا كسر سميع؟ لحظه شوي، لماذا كروم؟ انا بدي اجاوب. تفضل. لماذا مجلس كسر سميع عند لديه جبايه 87% يحصل على هبات من وزاره الداخليه، لا يوجد لديه عجز ويدفع جميع الرواتب، ومجلس اخرى جانبه لا يفعل هذا؟ لأن الجباية متدنية، وعدم دفع رواتب المياه، رواتب الموظفين نتيجة عن عدم جباية الضرائب وجباية ثمن المياه، وتشغيل عدد عمال كبير جدا يفوق ما هو مصادق عليه في ميزانية هذه السلطة. فالإدارة الغير سليمة هي التي تدخل السلطة المحلية إلى عجز مالي، ومن ثم إلى حل هذه السلطة. أولا يعني يعني تحدثنا عن مسؤولية وزارة الداخلية، مسؤولية الحكومة، سياسة الحكومة، يعني أمور معروفة ليست يعني لا خلاف عليها، ولكن صحيح أن هناك أيضا جانب يتعلق بالعامل الذاتي في إدارة الحكم المحلي في الوسط العربي، وقسم من هذه المشاكل الذاتية أيضا هي نابعة من وضعية سياسية معينة. مثلا قضية التنافس ليصل أحيانا إلى حد العنف على إدارات السلطات المحلية من خلال انتخابات، انتخابات ديمقراطية. أحد الأسباب لذلك هو كون السلطة المحلية هي القوة الاقتصادية الأولى في كل بلد، كونها المشغل الأكبر في كل بلد، ونحن نتحدث عن قرى وبلدات ليست بكبيرة، ولذلك يصبح موضوع الوصول إلى إدارة السلطة المحلية هو أيضا الوصول إلى هذا الموقع الاقتصادي المهم، وهذا يمس، ممكن أن يوصل إلى نتيجة تمس بالقدرة على الأداء الصحيح في إدارة السلطة المحلية. قضية الدخل الذاتي ليس فقط موضوع الجباية. رامز رايسي، أوكي، يعني سأعود على هذا الموضوع، ولكن مضطرين للخروج إلى الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل صغير، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، عدنا مجددا إلى البرنامج. كنا قبل الفاصل نتحدث مع السيد رامز جرايسي حول وضعية الميزانيات وارتباطا بالدخل الذاتي. رامز جرايسي، بالفعل يعني هناك من يقول أن السلطات المحلية العربية أو رؤساء السلطات أو إدارات السلطات المحلية العربية لا تعرف إدارة أو مهنية الإدارة داخل السلطات، لذلك لديها دائما عجز مالي، بينما الدخل الذاتي في السلطات المحلية دائما في عجز. ردك هذا الموضوع. أولا الدخل الذاتي للسلطات المحلية العربية في المعدل لا يزيد عن 20 إلى 25% من مصادر دخل السلطة المحلية، والسلطات المحلية العربية كلها هي سلطات تعتمد على
تمويل وعلى ما يسمى بهبات الموازنة من الحكومة من خلال وزارة الداخلية، لأنها ضعيفة اقتصاديا، لأن معظم بالضبط شو سبب الضعف يعني؟ معظم ما يسمى بالدخل الذاتي يأتي من ما يسمى بالضريبة العامة، وحين تكون نسبة البطالة 20% أو أكثر من 20% في بلدة معينة يصبح من الصعب جباية الضرائب من المواطنين العاديين. بالمناسبة هناك تدريج اقتصادي اجتماعي للسلطات المحلية في البلاد، كل السلطات المحلية العربية موجودة في أدنى سلم التدريج من رقم واحد لأغلبها برقم واحد اثنين ثلاثة، هناك عدد قليل برقم أربعة ويمكن واحدة أو تنتين برقم خمسة، بينما في الوسط اليهودي في من رقم واحد يمكن تلاقي سلطة محلية واحدة وبتصل بعضها لرقم عشرة، وبعضها لا يحتاج إلى أي هبات من الحكومة لأن لديه مصادر دخل ذاتي، لديه مناطق صناعية، مناطق تجارية، مسطحات من خلال دفع الضريبة المحلية عليها تؤمن دخل يكفي لتوفير الخدمات وأكثر في العديد من السلطات المحلية. في السلطات المحلية العربية الاعتماد هو على الدخل من المواطنين العاديين، فوق حوالي 90% من الدخل الذاتي يأتي من الضريبة العامة على البيوت السكنية، بينما في الوسط اليهودي العكس هو الصحيح. بالمعدل أنا أتحدث نسبة الجباية من المرافق الاقتصادية هي الأعلى وهي الكبيرة. شيء آخر وأعتقد أنه يعني فيه ما بعرف إذا كان نقد ذاتي أو تصوير واقع معين، لدينا لدى الجمهور العربي توجه فيه عدائية معينة للسلطة، أعتقد نابع من أننا شعب لم تتوفر لديه فرصة أن يملك مقدرات نفسه من مئات السنين، هو واقع تحت سلطة غريبة. إن كان يعني حتى لا أتعمق أكثر في التاريخ، 400 سنة تحت الحكم العثماني التركي، وطبعا كان هناك اغتراب تجاه السلطة، بعد ذلك الانتداب البريطاني، وطبعا اغتراب وحتى نضال ضد الانتداب البريطاني، وجاءت السلطة الإسرائيلية، وبالتالي كل الوقت هناك توجه يحول هذا الاغتراب إلى شعور بعدائية معينة، وبالتالي يشعر أحيانا المواطن أنه إذا تهرب من دفع الضريبة العامة كما يتهرب من دفع أي التزام آخر، هو يقوم بعمل يتلقى تفهم مجتمعي، بينما في المجتمعات الراقية من يتهرب من دفع التزاماته لا يلقى تفهم مجتمعي. أنا أعتقد أن هناك القضية قضية مركبة، ولكن حقيقة أن مصادر الدخل الذاتي للسلطات المحلية العربية محدودة جدا، لم يتم تخطيط بحيث تقام مصادر تطوير اقتصادي، وهذا أيضا في رأيي ضمن سياسي لإبقاء القرى العربية مصدر للعمالة الرخيصة، وأن تتحول حتى بعد أن قتلت الزراعة أن تتحول إلى فنادق للعمال الذين يعملون في الوسط اليهودي وفي المؤسسات الاقتصادية في الوسط اليهودي. ولذلك هذا الموضوع موضوع أكثر تركيبا من أن نتحدث عنه ببعض الجمل. بالفعل يعني سعيد، يعني السلطات المحلية كمان تعاني من سياسة تمييز، فيش عندها مصادر للدخل الذاتي. يعني أعطيك مثال، فيش منطقة صناعية بمعنى الكلمة منطقة صناعية في كل المدن والقرى العربية الموجودة في البلد، ما فيش منطقة صناعية واحدة. هناك مناطق صناعية في قرى ومدن عربية، وهناك مدخول مجمعات كراجات، ليست مجمعات ليست مجمعات، هناك مناطق صناعية على أعلى المستويات، ومثال على ذلك في أركا، المنطقة الصناعية الموجودة في يركا. قبل شوي قلت لي بلاش نضل نحكي عن مصري، انت عم تكرر يركا، اعطيني مثال اخر. وكذلك في الناصرة، ولكن حتى الان ما على الطريق راح يكون. نعم بدون شك، وانا اعلم هذا جيدا، وانت لمست بزيارة الوزير إلي شاي عندما كان وزير للتجارة والصناعة الى بلدية الناصرة. الوزير إلي شاي، بس انا اعلم شيء ثاني سعيد، انا اعلم شيء ثاني. سالت سؤال انه بلديه الناصر يصلها بحدود اذا مش غلطان 18 او 20 سنه بتقدم تخطيطات لاقامه منطقه صناعيه، وكل مره في حجه معينه وبتصيرش المنطقه الصناعيه. السيد رامز جرايسي يعرف جيدا كيف يحصل على منطقه صناعيه، وخاصه لبلديه الناصره، فله باع طويل وهو يعلم كيف ممكن الحصول على هذه على هذا الترخيص
مضبوط أستاذ رامز. وعانى درب الآلام وكل العوائق التي يمكن أن تكون للوصول إلى مصادقة على منطقة صناعية. إذا أردت تحصل على هذا. يعني وأنا أناشد جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد بتقديم خرائط لمناطق صناعية. فسياسة لو سمحت. أنت بدهم بالأول الأرض. أنت لا تعطيني المجال أن أجيبك على السؤال. إيه عندما أشغل الوزير إلي شاي وزيرا للتجارة والصناعة قام بالتجديد على جميع الرؤساء للسلطات المحلية العربية بتقديم خرائط لإقامة مناطق صناعية جديدة أو المشاركة في مناطق صناعية مشتركة بين الوسط العربي واليهودي أو حتى إحصاء نسبة معينة من مناطق صناعية موجودة مثل بارليف عندما أعطى أكثر من 25% إلى قرى الشغور. ومن ثم نحكي لك عن قصتنا مع المنطقة الصناعية اللي بسموها تسيبوريت. نحكي لك عن إنها أقيمت بناء على قرار حكومي من 92 أن تكون منطقة صناعية مشتركة. الناصري ونتسيرت عليت والريني والمشه كل البلدات العربية اللي موجودة وبما فيه نتسيرت عليت. ولكن حين طبق القرار تم ضم المنطقة كلها 5500 دونم في ذلك الحين أو 4500 لا أذكر بالضبط ضمها إلى نتسيرت عليت. فتوجهنا إلى الحكومي رئيس الحكومي وزير الداخلية وزير التجارة والصناعة وطلبنا إنه أن نكون شركاء منطقة صناعية جديدة لا يعقل أن تكون بين القرى العربية الريني وكفر كنا والمشهد بحيث يذهب التلويث إلى القرى وغير مرتبطة أي رابط أرضي مع نتسيرت عليت ولكن تتبع إداريا وتنظيميا إلى نتسيرت عليت. فتذهب إلى نتسيرت عليت الثمرات الاقتصادية وبينما التلويث للقرى العربية. فقلنا على الأقل أن نكون شركاء. تلقيت إجابات من وزارة من وزير الصناعة في حينه وكان شيرانسكي ومن مكتب رئيس الحكومة أن طلبك هو يتماشى مع سياسة الحكومة ولذلك سنسعى إلى أن يتحقق. بعد ذلك جاءوا وأجابوني ليس من الممكن أن يتم ذلك لأنه الأرض صارت مضمومة لنتسيرت عليت فبتنازلوش إنهن يفوت معهن أي شريك لا أنت ولا القرى العربية اللي حواليها. لقي لك شقفة أرض محاذي وأطلب ضمها للناصري. فرحنا عملنا دراسات ولقينا 2500 دونم محاذية وقدمنا طلب أن يتم ضمها إلى الناصري أو أن تكون جزء من منطقة أوسع تصبح للجميع. فانحلت المشكلة بشكل سريع بأن ضمت 2500 دونم لنتسيرت عليت ولنفس المنطقة الصناعية. فهي منطقة الصناعية المشتركة. هناك فجوة كبيرة جدا ما بين التصريحات وما بين التطبيق على أرض الواقع. هذا إن وجدت تصريحات إيجابية. ليس هذا فقط، القصة أطرف من هيك. وزير التجارة والصناعة شيرانسكي اللي كان لما قدمنا الطلب ولما اللي بعت لي جواب خطي إنه هذا يتماشى مع سياسة الوزارة تحول في الوزارة التي تلتها إلى وزير داخلي. فتوجهت له قلت له انه هاي هذا مكتوبك اللي بعثت لي لما كنت وزير تجاره وصناعه، هسه انت وزير داخليه، انت المخول بان تحدد مناطق النفوذ، فطبق ما اردنا كان من سياستك وضم المنطقه لتصبح مشتركه. يعني السياسه التي تتكلم عنها هي في السنوات العشر الماضيه او اكثر من ذلك. الان هناك سياسه جديده. وينها؟ يجب ان نستغل هذا. أنت تعلم جيدا أستاذ رامز بأن باب الوزير مفتوح لك وقمت بعدة اجتماعات مع وزير إلي شاي. هذا الموضوع ليس أنه أجتمع مع الوزير. لا 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 الموضوع لا لا أنه لا يعني الاجتماع ليس كان في طلبات في طلبات وفي احتياجات بل وإنما لوضع المشاكل الملحة للوسط العربي خاصة في سياسة رسمية مؤسساتية. والسيد رامز يقوم بمراسلات ومباحثات مع الوزير إلي شاي لمشاكل الوسط العربي وسأواصل كامل. ذلك وأنا أحب هذا والوزير يعلم هذا جيدا لأنه وباب الوزير مفتوح. واجتمعت كذلك مع مدير عام الوزارة وكان هناك بحث عن جميع المشاكل التي تعاني منها الوسط العربي وليس فقط بلدية الناصرة. وهذا عملك كونك كرئيس للجنة القطرية في البلاد.
زي ما بيقولوا ربنا ما بيسمع من الساكت، ويجب العمل بجد واجتهاد لإيجاد حلول للمشاكل. وأنا أقول هناك مشاكل. إذا السلطة المركزية بدأت تتعاون من أجل حل هذه المشاكل، على الأقل النتيجة على الأرض الواقع. السلطة المركزية والسلطة، أنا ما بحكي عن النوايا المستقبلية. لا أريد أن أذكر هنا أسماء رؤساء السلطات المحلية الذين لا يعرفون ما هي وزارة التجارة والصناعة، وما هي وزارة الرفاه، وما هي وزارة السياحة، وما هي وزارة الرياضة. فنرى بأن جميع رؤساء السلطات المحلية يعني تتوجه إلى أنا مش موافق معك في هذا في هذا التصغير، في هذا الاتهام لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولكن مع ذلك هناك رؤساء يفقهون أكثر من الوزير، فنرى وبعرفوا أكثر من الوزير حتى، وما يجيش التعاون معهم. هناك تعاون، من قال لا؟ من قال لا؟ بس عرض الواقع ما فيش. هناك تعاون، يعني عم نعطي نماذج، هناك مناطق صناعية، كذلك قضايا الميزانيات العادية، ميزانيات التطوير. أعطيك مثال آخر، جرى تخصيص ميزانيات تطوير للوسط العربي، لا الأقلية، للمجتمع العربي. أنا لا أحب تعريف الوسط العربي. بقيمة 800 مليون شيكل، بينما مش لأنه يعني إسا رئيس بلدية الناصري موجود هنا، بينما احتياجات الناصري فقط للتطوير هي أكثر من 800 مليون شيكل. فعن أي ميزانيات بيحكوا لتطوير الوسط العربي؟ أولا هناك قرارات حكومية للوسط العربي حتى هي لا تنفذ كمان. هناك قرارات حكومية، ويجب على السلطة المحلية أن تعرف هذا جيدا، بأن هناك قرارات حكومية ومبالغ مخصصة للوسط العربي. ولكن انظر إلى أين وصلنا، ننظر إلى المشكلة بعد أن حصلت، بعد أن تحصل المشكلة وأن تدخل السلطة المحلية إلى عجز مالي كبير، نبدأ بإيجاد الحلول ولا نتخطى الخطأ قبل أن يحدث. فيجب علينا أن ندير السلطات المحلية بالشكل الصحيح، وعدم الدخول إلى العجز المالي الكبير الذي يعيق عمل السلطة ويعيق عمل رئيس السلطة، ومن ثم يتخبط في الديون وفي عدم دفع الرواتب وفي عدم توسيع الشوارع وما إلى ذلك. فيجب علينا أن نتعلم إدارة صحيحة لهذه السلطات، والإدارة الصحيحة هي التقيد في الميزانيات، التقيد في الميزانيات المصادق عليها من قبل الحكومة. والآن نبدأ في والتي هي جذر المشكلة. لا، جذر المشكلة والتي هي جذر نحن المشكلة. ندخل إلى المشكلة ونبدأ بالبحث عن الحلول. الآن الوزير، ما يعده الوزير إلي شاي، هي خطط إشفاء وميزانيات على حساب خطط الإشفاء. أسألك عن قضية تانية عينية. بعد نضال طويل للسلطات المحلية العربية في 2006 وإضراب وخيمة 35 يوم وإحنا في خيمة معتصمين أمام مكتب رئيس الحكومة، تم التوقيع على اتفاقية اللي في أعقابها أقيمت لجنة لفحص مبنى الميزانية، لأنه كان لنا ادعاءات ثبت صحتها بأنه مبنى الميزانيات والمعادلة التي يتم على أساسها احتساب الهبات هي معادلة تمييزية بنيوية، وتم إقامة لجنة برئاسة شاينين، سميت لجنة شاينين، وقدمنا كسلطات محلية عربية ورقة إلى هذه اللجنة توضح موقفنا من الموضوع، مع إعطاء نماذج محددة عينيا وحسابات بأقصى ما يمكن من مهنية ومن علمية. هذه اللجنة أنهت عملها قبل أكثر من سنة، وبالموازاة هناك قضية قدمناها من 10 سنوات ما زالت تحت التداول في محكمة العدل العليا تتعلق بهبات الموازني، وكل مرة الادعاء العام الوزارة تطالب تأجيل البت بحجج مختلفة، آخر الحجج هي وجود لجنة شاينين. وفي الجلسة الأخيرة مع وزير الداخلية سألت إنه لماذا لا يتم تبني توصيات هذه اللجنة والتي من شأنها إحداث تصحيح في المعادلة التمييزية القائمة، فأجاب الوزير بوضوح إنه حتى أنفذ هذه التوصيات أنا بحاجة ل 350 مليون شيكل إضافي. طبعا أنا أعرف الأمر الآخر، أنه إذا طبقت بدون 350 مليون معناه نقل حوالي 300 مليون من الوسط اليهودي للوسط العربي، وما يسمى بالحريديم اللي كمان أوضاع السلطات المحلية عندنا أوضاع صعبة، والوزير لا يستطيع أن يقوم بذلك، وبالتالي هذه اللجنة
تبقى توصياتها حبر على ورق. إلى حين يصادق على ميزانيات. إلى حين يصادق على ميزانيات. بتأمل إنه يصادق على الميزانيات الإضافية ويتم تطبيق التوصيات. ولكن بموازاة ما زالت الوزارة ترد على المحكمة لتأجيل مواعيد البحث بأنه هناك لجنة وهناك توصيات، والوزير يقول لا يستطيع أن ينفذ هذه التوصيات. طيب يعني بهذا الـ 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 الكلام عمليا ننهي برنامجنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج. أولا نشكر حضوركما المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، والسيد سعيد معدي مستشار وزير الداخلية الإسرائيلي. أعزائي المشاهدين، نلتقي في الأسبوع القادم في نفس الموعد من برنامجكم نظرة من الداخل. مني رمزي حكيم ومن طاقم البرنامج كل التحية، وإلى اللقاء.